البداية الفعلية كانت امبارح قدام بتروجيت طبعا للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش. خلينا نبتدي الأول قبل ما ندخل في تفاصيل الأخبار نروح للنادي الأهلي. زميلنا محمد توفيق جاهز هناك عشان يدينا أخبار استعادة الأهلي لماتش الجونة يوم الثلاثاء اللي جاي. ما عندكش وقت للراحة يعني من مباراة لمباراة، يمكن الراحة الأساسية هتكون بعد مرحلة مباراة الجونة، واحدة من مؤجلات الدوري بالنسبة للنادي الأهلي، وبعدها الفريق ومستر سواريش ياخد وقت شوية إلى حد ما يكون نسبيا كافي انه يستعد لثلاث مواجهات في منتهى القوه زي ما قلت لكم، فيوتشر وبيراميدز ثم الزمالك في نهائي كاس مصر. نروح لزميلنا محمد توفيق يكلمنا. مساء الخير يا محمد. يعني في البدايه بتهيألي الناس كلها عايزه تعرف ملامح الاختلاف مع تولي طبعا البرتغالي ريكاردو سواريش، رؤيته في اللاعبين، لمساته او طريقه شغله اثناء التمرينه وهو داخل او بيبتدي مع الاهلي مهمته من منتصف الموسم. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدينا السادسه في كل مكان. بالفعل زي ما انت قلت مفيش وقت للراحه، سريعا على طول الجهاز الفني بدا الاستعدادات لمباراه الجونه المؤجله من الجوله التاسعه في مباراه الدوري المصري الممتاز المقرر ليها باذن الله بعد غد الثلاثاء في التاسعه مساء على ملعب خالد بشاره بمدينه الجونه. يمكن التمرين بدا بمحاضره فيديو للجهاز الفني مع اللاعبين، شرح فيها اهم نقاط القوه والضعف وطريقه اللعب اللي ان شاء الله هيواجه بها الجونه بعد غدا. بعدها على طول الجهاز الفني نزل لارض الملعب، التدريب بدا ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه طبعا زي ما انت قلت لضغط المباريات وما فيش وقت خلاص للراحه، ومن بعدها تم عمل تقسيم. يمكن الجهاز الفني بيشتغل بشكل فني اكتر في خلال التمرينات اللي سابقه وكمان تمرينه اليوم. يمكن كمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على الكره حرص على حضور مران اليوم، يعني زي ما انت قلت في ظل الضغط يمكن ده التدريب الاول والاساسي استعدادا لمباراه الجونه. ان شاء الله الفريق باذن الله هيتجمع بكره كمان في تمام العاشرة صباحا، ومن بعدها تدريب في الحداية عشرة صباحا، ثم السفر باذن الله بعد الظهر للجونه على متن طائره ان شاء الله لخوض المباراه بعد غد الثلاثاء. كلمتنا عن شكل التمرين والاختلاف، يمكن عايز اقول لك حاله كبيره جدا من الحيويه بيشهدها ملعب مختار التتش بالجزيره منذ ان تولى الجهاز الفني الجديد بقياده ريكاردو سواريش مقاليد الامور في النادي الاهلي. يمكن طبعا زي ما انت شفت عدد كبير جدا من المعاونين معظمهم شباب كلهم موجودين في التقسيمه والتدريبات بيخوضوا يمكن التدريب مع الفريق، فتحس بشكل كبير جدا من الحيويه. يمكن دخلوا بشكل كبير جدا مع اللاعبين، تحس ان الجهاز الفني بقاله فتره كبيره جدا في النادي، حاله من التلاحم موجوده في التدريبات ان شاء الله تكلل بفوز ان شاء الله مهم على الجونه في احدى المباريات المؤجله، ومن بعدها زي ما انت قلت بقى يعني مباراه فيوتشر ومن بعدها بيراميدز في الدوري، ثلاث مباريات يعني اهم من بعض ونتيجتهم ان شاء الله تكون حاسمه في مشوار البطوله، ومن بعدها ان شاء الله يكون اول البطولات للجهاز الفني الجديد امام الزمالك باذن الله 21 يوليو الجاري باذن الله. طيب خليني محمد اسالك ونضمن الناس برضو، يعني الحمد لله الحمد لله خلال اخر ماتشين تقريبا رجع لنا عدد كبير من 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 المصابين، وامبارح قلت يمكن مكاسب المباراه واحده كانت مشاركه محمد عبد المنعم، علي معلول، حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، يعني كلهم الحقيقه سواء كانوا بيعانوا من اصابه او من حاله اجهاد امبارح اطمنا الى حد كبير جدا عليهم وعلى جاهزيتهم للماتشات الصعبه اللي جايه، مش بس بتكلم على ماتش الجونه، الجونه وما يليه سواء فيوتشر او بيراميدز او الزمالك. هل من المنتظر انه في قائمه مباراه الجونه يكون في احتماليه لدخول عدد من الاسماء اللي كانت مصابه او ما شاركتش مع الاهلي الفتره اللي فاتت؟ يعني نتكلم في الملف ده بشكل عام احمد، يعني كان ياسر ابراهيم، عمرو السوليه، حسين الشحات، فضل الجهاز الفني النهارده راحتهم من التدريبات الجماعيه وهيكتفوا بس ببعض التدريبات الاستشفائيه في الملعب وفي الجيم. يمكن احمد عبد القادر هو اقرب ان شاء الله العائدين من المصابين لصفوف الفريق باذن الله، ولكن ده هيكون من بعد مباراه الجونه، يعني ان شاء الله خلال اسبوع على الاكثر هيكون موجود في التدريبات الجماعيه، ان شاء الله يكون هو اقرب العائدين للمشاركه ان شاء الله. كمان يعني ياسر ابراهيم والدكتور احمد ابو عبد قال لي عقب مران اليوم هيتم تحديد ان كان هيكون في قائمه الجونه ام خارج القائمه على حسب الاختبار اللي هيتم عمله ليه بعد انتهاء مران اليوم. لكن عاوز اطمنك بحاله عامه، كل الفريق ان شاء الله حالته اكثر من رائعه، زي ما قلت لك نشاط، حيويه، تنافس كبير جدا على نيل ثقه الجهاز الفني والوجود في القائمه للمباريات المقبله، يعني مرحله هامه جدا محتاجين كل لاعب في صفوف النادي الاهلي ان شاء الله كل اللاعبين تبقى في حالتهم الفنيه والبدنيه، وان شاء الله ربنا يكفينا ويكفي لاعبتنا ان شاء الله الفتره الجايه شر الاصابات، ويكون السكواد الكامل بتاع النادي الاهلي باذن الله مكمل معانا في كل مباريات الموسم ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق للاعبتنا ان شاء الله في مباراه الجونه. بتهيألي مباراه الجونه هتبقى نقطه وبعد كده نرجع بقى من اول السطر ويكون لنا كلام تاني. بشكر زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل نادي الاهلي في الجزيره.